هي الوجبة المهمة عندكم في اليوم، وبالتالي شنو الوقت اللي كتعطيوها والاستعداد اللي كتاخذوا لها، وشنو هي أهمية كل الوجبة من الوجبات اليومية، وعلاش كيخص الوجبات تخاذ بواحد الوقت منتظم. هادشي اللي غادي اليوم نتكلموا عليه معك دكتورة سناء العناني، المختصة في الحمية والتغذية وطب التجميل. تفضلي مينا، أنا نستمع. انا عندي البنيته ديالي عندها دابا 6 سنين ما تبغيش تفطر، لي وانا عندي الفطر هو المهم، ما تبغيش تاكلي كاع النهار كله. اذا انت بالنسبه لك الوجبه المهمه في النهار هي الفطور؟ اه الفطور. ولكن واجده مشكل مع البنيه ديالك؟ هي المشكل الكبير هو مع بنتي انا. وقلتي لي ما كتاكلش النهار كامل؟ النهار كامل مهم، خصها الا كلات كتاكلي واحد شويه نسبه قليله ما كافياش. ومن الاول وهي عندها هذا المشكل، يعني منين بدات الماكله ولا عاد لاحظتيه؟ لا هذه المهم شي عامين هكاك. واش هذا عامين يلاه دخلت للمدرسه مثلا؟ لا مازال هي عاد هذا العام دخلت. ما تزادش عليها شي خوها ولا اختها في هذا العامين؟ لا ما عندهاش. حيت خصك تعرفي علاش هذه البنيته كانت كتاكل عادي وما بقاش بغات تاكل لك. دابا ما بقاش كتبغي كاع تاكل شي. فاش علاش دابا انا كنت وضعت واحد المولود وتوفى لي، يمكن هذاك علاش تاثرات ولا ما نعرف. حيت باين بان شي صدمه عند هاد البنيه اللي خلاتها انها تبدل النظام الغذائي ديالها من انها كانت كتاكل عادي لانها ما بقاتش بغات تاكل لك. وهنا خصك تكوني شويه يقظه وحذره، وخص البنيه ولا بد تعرضيها على طبيب نفساني او لا اخصائي في العلم النفسي باش يحاول يتحاور معها ويشوف شنو هي مشكلتها. غالبا هذا غير بحال كتعبر به على داك الارق اللي عايشاه، ولا يمكن على داك الحداد اللي عايشاه على الفقدان ديال خوها اللي ما عرفاش تعبر عليه بشكل اخر وعبرات عليه بهذه الطريقه. لحقاش عرفتها على طبيب الاطفال؟ ماشي طبيب الاطفال، ماشي طبيب الاطفال، طبيب نفساني ديال الاطفال. كاين فرق. طبيب نفساني ولا بدا مع الحصص هي غادي توضع الثقه ديالتها فيه، ويمكن تعبر بطريقتها على هذا الشيء، ولا قدرات تعبر عليه بكلمات ما تبقاش تعبر عليه بهذا السلوك الغذائي. دابا ما تبغيش كاع اي حاجه جبتها ما ترضيهاش. غالبا انا قلت لك مادام هذا الشيء عنده توقيت، ماشي شي حاجه اللي من البدايه وهي فيها، لان قلتي لي تدارت 4 سنين عاد عندها هذا المشكل، وهذا الشيء كيتزامن مع الفقدان ديال الجنين ديالك، كتنظن بانه عنده علاقه بهذا الشيء، وضروري ما تعالجيه دابا ما حدها، باقا صغيره وباقي يمكن لك تغلبي باش ما يكبرش معها هذا الارق ويشكل لها عراقيل في حياتها في حوايج اخرين. شكرا. لا شكرا على وجهك. شنو السؤال ديالك؟ شنو هي الوجبه المهمه؟ الغده الدرقيه. اييه. الصباح عندي الفطور ضروري مهم، لان كنشرب الدواء خصني ضروري نفطر. نعم. الغداء شويه ما كناكلش ذاك الماكله بزاف، يعني ماشي ذاك الماكله اللي كتاكلي تا كتشبعي، المهم شويه هكا، المهم خصني نحيد ذاك الجوع ما يبقى شويه وصافي. العشاء في الليل عندي حد 7 هو ذا كنديرو سميتو، يعني كناكل عادي. هي خبيز هكا عادي، ما كناكلش المرقه وداك الشيء، يعني هي خبيز عادي وكنحب الصافي، هذا هو هذه هي الماكله ديالي. نعم. هذا هو النظام الغذائي ديالك. وانت كي كتحسي براسك وبصحيحه؟ انا سميتو دائما ملي كنمشي عند الطبيب كيلقى عندي دائما الوزن ديالي هو ما كنزيد ما كنقص. محافظه على الوزن ديالك؟ محافظه نيشان 64 المتر ديالي، كان وزن المترج متر 63 64. نعم. طيبين. مزيان. صباح الخير ليلى. صباح الخير اختي سناء، كي درتي؟ راه عندي عزيزه بزاف دكتوره سناء. ربي يخليك ليلى، ربي يخليك. سناء سلمي لي على سناء. بارك الله فيك ليلى، بارك الله فيك. يخليك ليلى يخصك. بالنسبه للنظام الغذائي ديالك انا تيبان لي مزيان. قلتي لي في الغداء ما كتقلبيش على الشبع، حنا خصنا دائما في الوجبات كاملين ما نقلبوش على الشبع، دائما باقي فينا ما نزيدو نهزو يدينا ونكونوا كناكلوا ماكله ثقيله، تنضغوا مزيان وجالسين
وما كاينش شي حاجه اللي غادي تشغل البال ديالنا، بحال دابا الماكله قدام التلفاز ولا في شي حوار اللي مزعج ولا كنناقشوا شي مشاكل، هذيك وقيتها ماشي الوقيته ديال الاكل. بالنسبه انك تتحبسي الماكله مع السبعه ديال العشيه ممتاز، ولكن غير حاولي تدخلي شويه ديال البروتينات في الليل، 100 غرام يا اما الحوت ولا الدجاج ما فيها باس، باش ما تنقصيش من العضلات ديالك ولو ان عندك الوزن مستقر، ولكن حاولي واحد 4 ولا 5 المرات في الاسبوع تدخلي 100 غرام تقريبا ديال اللحوم البيضاء. متفقين ليلى؟ اوكي ان شاء الله. شكرا شكرا لكم. مرحبا مرحبا. السيدات اللي عندهم مشاكل ديال الغده الدرقيه وكياخذوا الدواء تيخصو دائما يتخاد في نفس الوقت، يتخاد في نفس الوقيته الصباح بكري، وكنخليو واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ما بينه وما بين وجبه ديال الفطور، لانه هو خصو يلقى المائده خاويه. نعم. نهضر مع الدكتوره. تفضلي ناديه. بارك الله فيك. شكرا. اختي عندي واحد الوليد يلاه غيكون ان شاء الله بعد يومين 6 شهور، وبغيت التغذيه ديالو كي غتكون ان شاء الله. شحال عنده سمح لي؟ يلاه غيكمل 6 شهور. يلاه غيكمل 6 شهور. دونك ما دخلتيش ليه الخضر؟ يلاه وليت كندير ليه الصوبه، شويه دخيزو، شويه كورجيت، شويه ديال البطاطا، يلاه هادشي اللي وليت كندير ليه دابا. مزيان. انت غير خصك تحاولي ديري ليه كل نوبه خضره وحده، باش سبحان الله الا كاينه شي حساسيه تعرفيها علاش. نعم. باش سبحان الله الا كاينه شي حساسيه تعرفيها علاش. اه دونك بداي تدخلي بحاجه بحاجه، وما ديري لا ملح لا سكر. بزاف الناس عندهم الاعتقادات بانه ندير ليه الملح باش تلداد ليه. الطفل كتكون زعما الصغيور كتكون عنده هذوك الحبيبات ديال الذوق اللي كيكونوا فوق اللسان، لي بابي باقي ما مولفينش مذاق لا حلاوه ولا ملوحه. اذا الا عطيتيه الخضره طبيعيه غادي يقبلها لك وما غاديش يرفضها، ولكن مجرد ما غادي يذوق الملح ديك ساعات غادي يربي داك الذوق وغيولي ولا بد الا ما درتيش ليه الملح ما ياخذوش. من الاحسن نتفاداو ندخلوا لا الملح ولا السكر للرضع الصغار اللي يلاه بداو كندخلوا لهم الاطعمه، باش حتى بالنسبه ليهم منين تيكبروا ما تيبقاوش مولفين داك المذاق اللي مجهد ديال الملح والسكر. حنا كنعرفوا المشاكل اللي كترتب على هاد جوج المسائل. الملح انا ما كنديروش ليه غير شي وحده من العائله قالت لي زعما بقا دير لي شويه ديال زيت العود، واش ممكن؟ واحد قياس نص معلقه صغيره، ما تسمعيش زيت العود تقولي راه زيت العود مزيانه نديرها ليها راه ماشي مشكل، نص معلقه صغيره ما فيها باس، ولكن من غيرها لا، بشويه بشويه، لان الجهاز الهضمي ديالو باقي ما يقدرش يستقبل ايدام كثير. اه وي. وبالنسبه للرز باش نقدر نديرو ليه من دابا ولا؟ ممكن ايه، ولكن انا قلت لك غير كل نوبه ندير له حويجه باش نعرف حتى الا عنده شي مشكل مع شي حاجه من الاطعمه نعرفه ماشي يصعب عليا الامر يدير لي الحساسيه وانا ما عارفاهاش علاش وما نعرفش كيفاش نوقيه المره الجايه منه. تهلا في وليدك ناديه، تحيه كبيره لكم. افون ما كانش عندي مشكل، دابا افون الولاده اون فوا كنحس براسي زدت شويه كندير ان ريجيم جو بيغ فيت دغيا زعما كنرجع للبوات، ولكن مورا فاش ولدت لا كاتاستروف. شحال هادي باش ولدتي يعني هال؟ دابا 4 مويدين. ايوا باقا يلاه كترضعي؟ لا مالوغوزمون ما فيهاش الحليب ما رضعتيش ديال الفارماسي وصافي. واخا باقي دابا شويه ديال النفاخ اللي ورا الولاده وباقي كلشي يقدر يرجع لبلاصتو كما يخليك. ولكن علاش باغ اكزومبل لو سمحي لك قطعتك، كنت الريجيم اللي كنت كندير قبل سا مارشي من قبل، مي دابا لا كنحس براسي كندير ريجيم وكنحس براسي توجور منفوخه. يمكن غادي يكون عندك مشكل ديال انه تتغلطي مرة ولا جوج نوبات في الأسبوع وما كتعيريش لهم أهمية، وهي راه هذيك هي المشكل اللي كيوقع لك. تقدري ديري الريجيم أسبوع كامل، ولكن إلا فلتي واحد جوج نوبات ولا مرة
ونيت تكون شي تنقيزه ديال السطر صعيبه ديك الساعات غادي يبان فيك، ما غاديش بحال شي واحد كيخوي الماء في الرمله. لان باش نتغلبوا على الكيلويات راه خصنا 7 ايام على 7 ايام يكون الحميه مضبوطه، وجبه من بعد وجبه، وكنعرفوا راسنا شنو كناكلوا، تنضبطوا الوجبات ديالنا والكميات اللي كناخذوا خلال اليوم. زعمي باسكو افون كنت كندير مثلا ريجيم واحد دي جوغ كيبان فيا كنكمل لو ريجيم، دابا درتو بريسك ان موا وما كاينه شي حاجه اللي كتانكوراجيك، فهمتي؟ ولكن يمكن ملي كيجي عندك شي حد للدار كتهرسيه، اولا انت الا مشيتي عند شي حد اخر. زعما كنتقاتل مع راسي، زعما ماشي لو جونغ اللي زعما عندي اون بون فولونتي، ماشي زعما كنتقاتل، زعما جو في لو ماكسيموم. انا كنصحك شنو غادي ديري، غتقبطي واحد الاسبوع ياك وغادي تكتبي كلشي داكشي اللي كتاكليه في اخر الاسبوع رجعي وصحيه. لقيتي راسك بالفعل ما درتي حتى شي غلط وما نقصتيش، هنا غادي يكون مشكل. واش كاين شي مشكل ديال الغده الدرقيه اللي ما مخليكش تنقصي، اولا كاين شي انتفاخ، ربما كاين مشكل ديال الجهاز الهضمي، كاين مشكل ديال القبض، ولا كاين شي مشكل اخر. اما الى لقيتي راسك بالفعل نقصتي فهذا كيرجع لانه زيرتي راسك بديك الكتابه وما درتي حتى شي غلط حيت عرفتي راسك كتكتبي. داكوغ لالا. فهمتي؟ هنا غادي تحاولي غير تفهمي اشنو واقع. ما فهمتش اشنو واقع، اظن عرفتي وبودامو كندير غير شويه، زعما كندير الريجيم هذا وبودامو كيبان فيا. دابا عرفتي بلوزيغ افور والو، شوي توجور لا ميم. فسري لي اليوم ديالك كيفاش كيدوز؟ دابا بالريجيم ولا بلا ريجيم؟ نهال بقات لي نهال، غادي نمشيو ليسونسييل، يعني غنختصروا لانه معنا ايضا اميمه وسناء اللي تاهما خصنا نوصلوا نعطيوهم حقهم. معلوم. ويلا لا تمحي لي لا طولت عليكم. اذا شنو الاكل اللي كتاخذي خلال اليوم ديالك؟ دابا بحال الصباح دابا كناخذ ان فيغ دو لي معاه واحد الطرف ديال لو بان كومبلي مع شويه زيت العود. في الغداء كندير واحد لاسيت كبيره ديال سلاد فيغت مع واحد مقصو ديال اللحم ولا ديال الدجاج، اللحم بون ديال الدجاج ولا ديال الحوت. ديك 5 بحال هكا كناخد ان فخوي، وفي لو سوار كندير سوب ديال بواسون ولا ديال زعما راه جمونج با بوكو. ومن غير هادشي ما كيكونوش شي حاجه اللي خارجه عن المألوف؟ لي فخوي دي فوا كندير في لي فخوي. كتبالغي في لي فخوي، لي فخوي كيقدروا يغلضوا خاصة إلا تخادو في الليل. أفغي إلا تخادو في الليل، لأن أي سكر كيتخاد من بعد 6 العشية فهو كيتستوكا، خاصة أنه أنت دايرة واحد الحمية اللي شوية قاصحة، لأن باش كتاخدي غير سلطة خضراء في الغداء ما كافياكش. لا خصك خضر متنوعة، إلا البطاطا والجلبانة والفول اللي خاصك تردي بالك معاهم، أما الخضر خديهم ما كاينش إشكال. الزيت ملي كتقولي زيت البلدية في الصباح مزيان، ولكن حنا عندنا ملي كنديرو حمية كنكتفيو بثلاثة المعالق كبار ديال الزيت في خلال اليوم كامل. واش هادشي كتراعيه؟ ما عرفتش. خصنا معلقة كبيرة في الفطور، معلقة كبيرة في الغداء، ومعلقة كبيرة في العشاء. داكوغ ديري هادشي وردي عليا إن شاء الله هنيهال. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. مرحبا تهلا تهلا لنا في هذاك التريبيا تبارك الله. صوت رغمنا. فتحية لك تحية لك. عندي واحد السؤال دكتورة الله يرحم والدين. تفضلي. أنا يا حاملة. بارك الله فيك. دابا داخلة إن شاء الله في 7 شهور. شحال هذاك غنتواصل وما شفتش ليا، ودرت تحاليل في السبيطار وقالوا لي بالله عندك شويه السكر طالع غرام و15. وقال لي الدكتور قال لي خصك تعاوديه، ملي مشيت عاودت في المختبر لقيت غرام و25. قال لي دابا خصك ديري ريجيم وديري لا مارش، وهذيك الساعه غادي نشوف من هنا عندي 29 ان شاء الله في هذا الشهر عندي رونديفو معاه. قال لي لا والو غادي نعطيك الانسولين ولا. ودابا انا يا حيت الحلاوه نهائيا، انا اصلا منين وليت كنسمع لك وليت كنقص داك الشيء ديال الدهنيات والمقليات وداك السكريات. الحمد لله. ما تخافيش انا اولا ما عندكش شي حاجه اللي هي صعيبه ومشهده بزاف. غرام و15 غرام و25 معناتها اون انتوليرونس وغلوكوز، يعني غير الذات ما بقاتش عندها قابليه للسكر، راه ماشي هي السكري.
ولكن هادشي ما كيمنعش بانه راه ما خصكش تبقاي تاخدي السكر السريع دابا. هادي من جهه. من جهه اخرى معنيتها انك خصك تردي البال مع مرض السكري ويكون هو الهاجس ديالك دائما. حاجه وحيده اللي بيديك هي السكر السريع ما ناخذوش، وهي الزياده في الوزن ما خصهاش تكون. هادشي والرياضه ضروري خصها تكون، ما كاين ما احسن ديك الكراطه اللي كديري والعجين. رياضه هائله راها مزيانه في قلب الدار، الانسان كينشط وكيحرك الدم فيه مزيان. من غير هادشي ما تخافي سناء حتى شي حاجه ان شاء الله. ما غتوصليش للانسولين الا مشيتي كيف قلتي ما كتاخديش السكر السريع. حتى الفواكه ردي معاهم البال. قلتيني غنسولك الفواكه الجافه والفواكه الطريه ردي معاهم البال. بقدر باش انهم مهمين في التغذيه ديال المراه الحامل، ولكن السيده ملي كتلقى عندها بحال سناء شويه السكر طالع يعني غتاخذ فاكهه. شنو هي احسن وقيته لاخذ هذه الفواكه؟ تاخذ فاكهه حتى جوج الفواكه. من الاحسن دي تاخذيهم في الفطور الصباح، غادي يعطوك واحد الطاقه اليوم ديالك. وغادي يتحرقوا بيان سور خلال اليوم، وخاصه حنا كنعرفوا بان السيده في البيت ديالها الوقيته ديال اللي كدور فيها الشهر هي الصباح، بالعشيه راه ما كاينش بزاف الحوايج ما كيداروا. اذا بالعكس الا خديتيهم في الصباح فهي طاقه اليوم ديالك، وتقدري ديري الشقه ديالك عادي، وفي العشيه حاولي تتفادي. بالنسبه لكل ما هو معجنات، روز، بطاطا اللي تا هما فيهم نشويات، هو سكر بطيء اللي ضروري محتاجاهم سناء، ولكن بكميه محدوده وفي الوجبات بثلاثه هي غتحتاجو، لان حنا ما غاديش ما غتبقاش تاخذ سكر سريع، ولا بدا خصها تاخذ سكر بطيء اللي يبقى يعطيها بشويه بشويه الطاقه خلال اليوم. الخبز مثلا شنو هي الكميه اللي 50 غرام في كل وجبه، يعني ربع خبيزه ولا نص خبيزه؟ ربع ديال الخبزه. انا ديما كنقول دكتوره وهي نص خبيزه صغيره، وهي كتقول لي لا 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 ربع ربع خبزه كبيره 50 غرام باش يعرفوا الناس. من الاحسن بالنسبه لك سناء، انت تبارك الله عليك حادقه وكتعجني خبيز في الدار، ما كاين ما احسن منه، لان غالبا في الاسواق كيزيدوا السكر. انت في غنى على داك السكر اللي زايد ما عنده حتى شي فائده. واش الا ضفت له مثلا كان الخبز ديال القمح الكامل كان احسن ايضا؟ معلوم احسن من الخبز الفرينه. قد ما قدرات تهرب على الدقيق الابيض كان احسن. حتى بالنسبه للروز غادي تاخذه غيكون احسن ليها من الخبز، لان مؤشر السكر ديالو تيكون اقل. مثلا الخيزو يمكن لها تاخذه، الباربا يمكن لها تاخذهم، ولكن بكميه محدوده، وحده الله يجعل شي بركه في اليوم، وتاكلهم خضرين احسن ليها ما تاكلهم طايبين، لان ملي كيطيبوا المؤشر ديال السكر ديالهم كيرتفع. تهلا في راسك والله يفكك على خير سناء، ونفرحوا ان شاء الله معاك ومع الجنين ديالك وبالصحه والسلامه. شكرا الله يحفظك دكتور، الله يجازيك بخير. وليدات الحمد لله تياكلوا ليا كل شيء، حاجه واحده مربجيني فيها هو الفطور الصباح، الحليب ما تيدوروش به. ما تيبغيوش لك الصباح. اتاي وصافي، ما يشربوش من غير اتاي ما يفطروش. واخا تقدري ديري لهم صحي ولا لا عافاك الله يحفظك والديك. يقدروا ياخذوا، كيبغيو لك الجبن الابيض؟ كلشي الحمد لله تياكلوا، هذا هو المشكل. ما كاينش عندك اشكال، حنا خص مزيان الصباح يكون عندنا بالنسبه للاطفال شي حاجه من مشتقات الحليب، ماشي بالشرط يكون الحليب، يقدر يكون ياغورت، يقدر يكون جبن ابيض، الا كانوا يقبلوه ليك وخذوا داك اتاي ديالهم ما عنديش اشكال. وبزاف الامهات، كثير من الامهات عندهم نفس هذه الحاله ديالك، تيقول لك الوليدات ولاو ما كيبغيوش نهائيا يشربوا الحليب. اذا كيفاش نعوضوا الحاجه ديال الاجسام ديالهم للحليب؟ خاص ثلاثه ديال المواد ديال الحليب والمشتقات الحليب، خاص ثلاثه المرات في اليوم ياك دكتوره سناء؟ بالنسبه للاطفال نعم خاص ثلاثه المرات في اليوم، ودائما بالحيله. بحال دابا ما بغاوش ياخذوه هكاك، غادي ندير لهم توستو فخوماج، نزوقوا من الفوق، ندير لي مثلا شي مقطعات، ندير له من الا كانت بنيته ندير لها مقطع ديال القلب ولا هذا، نقول لها هذا قليب ديالك وهذا قليب ديالي، وهي راه كتاكل في الخبز وانا داخل مدخله لي هذاك الجبن اللي انا بغيتها تاخذه. اذا دائما الحيله احسن من العار. معلوم هادشي كيتطلب واحد المجهود شويه فكري وهذا من الام، ولكن لا يخطي الميمه في الدار، هي مسكينه دائما كدير اي حاجه باش
ترضي الاطفال تغذيه صحيه تماماً. ديالهم. اذا هذه هي احسن طريقه باش تعملي اميمه مع الاطفال ديالك، والحيله احسن من العار. الا تزدات عليهم غادي يولي واحد بحال داك عراك، وشكون اللي غادي يربح في الاخر؟ وغادي يوليو غير بالضبط، ما يبقاوش يبغيو داك الفطور. والفطور ما خصوش يكون واحد الوجبه ديال الارق، يعني انا خصني نفيق لا تسع. الا انا غادي نخرج مع سبعه من الدار او لا سبعه ونص من الدار، ما غاديش نفيق نص ساعه قبل. راه لا يعقل من عينيا مسدودين اللي غادي نمشي للطبله حتى بالنسبه للانسان كبير حسب لك الطفل. ولذلك خصنا اول حاجه نبداوها في الليل. في الليل خصنا نعسو بكري وكاملين، ما يمكنليش نجبر داك الطفل ينعس بكري وانا شاعله الضو وشاعله التلفاز ودايره الهرج والمهرجان في الدار وباغا داك الولد بوحدو ينعس. يعني خصني نهيئ ليه واحد الجو، واخا انني بغيت نسهر بعد ديك الساعه ديالو ديال النوم، نهبط من الاضواء، نحيد التلفاز بصفه نهائيه. منين ينعسوا الدراري ديك الساعه عاد السهره لكم. دكتوره سناء العناني، شنو الخلاصه ديال هذا الموضوع باش نتفاهموا جميع ونوصلوا ان شاء الله لهذه الفائده وهاد الاهميه ديال الوجبات في النظام ديالها في الوقت ديالها؟ تنظن بانه الا فهمنا هذه النقطه فاحنا فهمنا بزاف في المحور ديال التغذيه السليمه، لان اول وجبه مهمه هي وجبه الفطور. و ما غلقوش حتى 2% ديال الناس كياخذوها كيف خصها تتخاد، لانه شكون فينا اللي كيحط الفواكه مثلا في ساعه الفطور الا القليل؟ ويمكن ما كاينش اللي كيحطهم نهائيا في ساعه الفطور. وهذه المساله ديال الفطور عندي اسئله كثيره على صفحه الفيسبوك سناء الزعيم اصوات، منهم سمسمه، منهم اخوات واحد اخرين اللي كيسولوا الفطور عندهم مشكل وخاصه مع الوليدات الصغار والدراري كيضرهم كرشهم وشهيه ما كايناش. كاين ايضا سيدات بحال رجية الرحمن اللي كتسولنا شي وصفه باش تفتح لها شهيه باش تزيد في الوزن لانه العرس ديالها قريب. فكل واحد طبعا والهاجس ديالو، ولكن فتح الشهيه كيفاش الانسان كيساعد نفسه باش يفتح الشهيه؟ واش الفطور او الوجبات الا تخادت في نفس الوقت هذه ايضا واحد العاده اللي كتساهم في رفع الشهيه؟ معلوم، لانه الذات كتولي مولفه بانها في واحد الساعه معينه راه كتستقبل واحد الكميه من السعرات الحراريه، الا ما استقبلتهاش كنحسوا يا اما بالجوع يا اما كنحسوا بحريق الراس، كنحسوا بواحد المؤشر ديال راه ناقصاني طاقه وانا مولف كناخذ طاقه في هذه الساعه المعينه. كيولي بحال واحد الميكانيزم يا كتفيق عندنا في ذاتنا. هذه من جهه. من جهه اخرى النقطه اللي تكلمت عليها اللي يمكن غتبان لكم بعيده على التغذيه ولكن هي راه عندها علاقه مباشره بالتغذيه، هي النوم. وهي شحال امتى تنفيقوا قبل ما تنخرجوا؟ راه مهم. راه الا فقت ساعه المكانه قبل ما كنخرج ماشي هي الا فقت نص ساعه، ماشي هي الا فقت ساعه ونص. انا نختار فاش غادي نلقى الراحه ديالي، وتنظن الا عطيت لراسي ساعه ونص ديال الوقت قبل ما نخرج ما فيها باس نجربها ولو مره، وغنشوف داك الراحه والارتياح اللي غنحس به انا وغيحسوا به افراد العائله ديالي كاملين. يمكن غيطلب مني مجهود في الاول لانه راه شاق انني نفيق شويه نص ساعه قبل من المعتاد، ولكن الا نعست نص ساعه قبل في الليل تنظن بان المشكل تحل. هذه من جهه. من جهه اخرى الفواكه كنركز عليها الصباح، ما فيها باس نولفوا وليداتنا انهم ياخذوا الفواكه، ولا بد وليداتنا كاين واحد الفاكهه ولا نحطها لهم في الصباح. تي ما كلاوهاش في الفطور يديوها معاهم كوتي الصباح. يديوها معاهم في الكوتي. وهذه راها جربتها مثلا مع بنتي، قلت لها غتاخذ الخبز الصباح ما بغاتوش، قلت لها ما كاين مشكل غادي نعطيه لك في الكوتي، ما رضاتش ديه معاها الكوتي. قلت لها صافي غناكلو. مزيان كلي بعدا قدامي تباني ليا كليتي داك الخبز. دائما نحاولوا نلقاو واحد الوسيله باش حتى الا ما خداوش وليداتنا داك الفطور في الصباح نحاولوا نعطيهم مكمل مع ديك العشره ولا العشره ونص استراحه ياخذوه. كيفاش اليوم الفطور وجبه الفطور كتاثر على الزياده في الوزن، على السمنه وعلى نقص الوزن؟ بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم نقص في الوزن وما تيفطروش شنو كيوقع لهم؟ غالبا كيكون نفس
راه هما كاملين اللي غادي نتكلم دابا على النظام غيحسوا براسهم بان هادشي بحال انا عايشه معاهم. فوقاش غادي يجيهم الجوع؟ غادي يجيهم الجوع مع 11 11 ونص او 12، باقي الغداء ما واجدش ولكن قرب يوجد، وديك الساعات صافي تعماو وفيهم موت الجوع، كيقضيو بشي حاجه. ها هما سدوا الرماق، تحط الغداء، ما فيهمش الجوع لانهم يلاه واكلين، وتدخل الانسان في ديك الدوامه، وكيدخل في الدوامه ان الوقت الرسمي ديال الماكله الاساسيه ما قادرش ياكل لانه يلاه كلا جوست قبل، لانه جاع، لانه الوجبه اللي قبل ما كلاهاش، وهكذا دوالك، وتولي وجبه على وجبه كيتاثر. كنوصلوا للعشيه الكاسكروت. الكاسكروت غالبا بزاف الناس فوقاش كيديروه؟ كيديروه في 7 8 وقيت العشاء وما عاد غادي ياخذوا الكاسكروت، معلوم فيهم الجوع لانهم من الغدا ما واكلين حتى شي حاجه. الا ما خديتش الوجبه ديالي ديال الكاسكروت في 4 5 د العشيه فانتهى، ما بقاتش وجبه ديال الكاسكروت. 7 8 د العشيه فهي وجبه ديال العشاء اللي خصني ناخذ فيها خضروات وبروتينات، وننسى بانه ما خديتش الكاسكروت، اذا خصني نعوضه منين دخلت بديك الحلاوه وداك السكر السريع اللي كنهضروا عليه اللي هو كيؤدي للسمنه. هادشي كاين ولا ما كاينش؟ شحال الناس كيديروا الكاسكروت 7 8؟ كاين اللي كيديروا حتى 9. معلوم، وهذا الموضوع ان شاء الله انا كنأكد لكم انه غنعاود ونرجعوا ليه باش نتكلموا كذلك على هذه العاده من العادات الغذائيه اللي كاينه اليوم. واليوم كذلك الدراسات اللي كتبين انه الانسان اللي كيقدر او الناس اللي كيقدروا يحافظوا على الوزن ديالهم او يفقدوا الوزن هما كذلك الناس اللي كيتناولوا وجبه الافطار، لانها مهمة وكياخذوا الوجبات ديالهم في الوقت ديالها. إذا تنعاودوا نأكدوا على أهمية أخذ الوجبات في الوقت ديالها لصحة سليمة. شكرا لك دكتورة سناء العناني.